عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه وأشرف رسله سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، شهركم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره أمن علينا ببلوغ هذا الشهر الكريم، نحمده جل وعلا، وإدراك هذا الشهر الكريم نعمة عظيمة قد حرمها كثير من الناس، إما بالوفاة أو بغيرها من العوارض التي تعرض على الإنسان. فينبغي على العبد أن يستشعر نعمة الله عليه بإدراكه هذا الشهر الكريم وهو في خير وأمن وصحة وسلامة وعافية ورخاء واستقرار. ثم إن نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره أن من علينا بحلول هذا الشهر ونحن في هذه البلاد المباركة ننعم بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء ورغد العيش بفضل الله جل وعلا. ثم ما من به علينا من نعمة شرف الخدمة وارتياد الحرمين الشريفين للصلاة وللعمرة ولغيرها من الأعمال الصالحة، فهذه نعم عظيمة ينبغي علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى عليها. ثم نشكره جل وعلا على أن من علينا بإدراك هذا الشهر، وقد زالت عن المسلمين هذه الجائحة وعادت الحياة إلى طبيعتها، فهذه نعم تترى، نسأل الله أن يوزعنا شكرها. نهنئكم ونهنئ الأمة الإسلامية كما نرفع التهنئة لولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، جزاهم الله خيراً، ونسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالقبول والتوفيق، وأن يعيده علينا أعواماً عديدة وأزمنة مديدة ونحن نرفل في خير وصحة وحياة سعيدة. أيها المسلمون، من نعم الله عز وجل علينا أن أدركنا هذا الشهر الكريم، وهو موسم عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان فيقول: أتاكم شهر عظيم مبارك. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضاً بدخول شهر رمضان المبارك. ثم أنعم الله علينا بإدراك هذا الشهر ونحن نعيش شرف المكان في هذا الحرم الآمن الذي جعله الله مباركاً وهدىً للعالمين. فينبغي علينا أن نعظم هذا البيت، لأن تعظيمه من تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، بمراعاة الآداب فيه والحرص على جعله مكاناً للعبادة وأداء الشعائر والتأدب بالآداب التي يجب على المسلم أن يتحلى بها وهو يعيش في رحاب هذا البيت العتيق. وليحرص المسلم مرتاد الحرمين الشريفين على رعاية تطهيره وتنظيفه وصيانته والمحافظة عليه من أن يكون مصروفاً إلى غير العبادة. ولهذا فإن من نعم الله عز وجل علينا أن ندرك هذا الشهر ونحن في هذا البيت ونعيش الأمن والأمان والتطهير والتعقيم، وأيضاً الاحتياط للصحة والسلامة
بالتعقيم والتطهير ولبس الكمامات، لأن هذا من أكثر وأكبر أسباب الاحتياط للسلامة على صحة مرتادي الحرمين الشريفين. وللأخت المسلمة سلام وتحية ودعاء خاص وهي تأتي إلى هذا البيت الشريف، فعليها أن تتأدب بالآداب بالحجاب والاحتشام ومراعاة آدابه وعدم اختلاطها بالرجال. كذلك أيها الإخوة، سرنا السماح للأطفال، لكن ينبغي على آبائهم وأمهاتهم متابعتهم وتربيتهم والعناية بهم حتى لا يشوشوا على المصلين ويذهبوا خشوعهم، خشوع الركع السجود في هذه الليالي المباركة. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالقبول. كما ينبغي تعاون الجميع مع الجهات الأمنية والجهات المعنية كرئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأيضاً المحافظة أثناء تناول طعام الإفطار على نظافة الحرم الشريف. وأيضاً ينبغي، ونحن نشيد ولله الحمد والمنة بوعي قاصدي الحرمين الشريفين وتعاونهم مع الجهات المعنية. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانًا واحتسابًا. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.